الناس اللي حابة تدرس برامج النوع والتنمية أين يمكن إن احنا ندرس ده في الوطن العربي؟ من ضمن الأماكن اللي احنا ممكن ندرس فيها دراسة برنامج الماجستير في دراسات المرأة والنوع الاجتماعي التابع لمعهد الجندر ودراسات المرأة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. طبعاً أنا بقول لكم شوية تريكات، ابحثوا أنتوا بقى على جوجل. برنامج الماجستير المعني في النوع والاجتماعي والتنمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. عندك كمان كلية البنات بجامعة عين شمس دبلومة في دراسات المرأة والتنمية. كذلك في لبنان لو حد مهتم في برنامج الماجستير اللي بيقدمه معهد الدراسات النسائية في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية. دبلومة دراسات المرأة اللي موجودة في كلية الآداب بجامعة بيروت العربية. كذلك في مركز الدراسات المرأة التابع للجامعة الأردنية في درجة الماجستير في دراسات المرأة. ويوجد أيضا المعهد الإقليمي لدراسات الجندر والتنوع والسلام وحقوق الإنسان بجامعة الأحفاد للبنات في السودان برنامج الماجستير في النوع الاجتماعي والتنمية. وكذلك في جامعتين في تونس هما جامعة سوسة ومنوبة، أتمنى أكون بدأ صح، وفي عام 2019 أضافوا برنامجين للماجستير في دراسات النوع الاجتماعي. كذلك في جامعة قطر يمكن الحصول على درجة الماجستير في دراسات المرأة في المجتمع والتنمية من جامعة حمد بن خليفة. كذلك من ضمن الماجستير والدكتوراه في مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية التابع لجامعة صنعاء في اليمن. ولاحظ هنا أنه أغلبية البرامج دي بتتمحور حول التقاطع ما بين النوع الاجتماعي والتنمية، رغم أهمية أن احنا يكون في تفكيك ما بين ده وأن احنا ندرسها بشكل منفصل، فيجب أن احنا نأخذ ده في الحسبان، وده هي النتيجة.